طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اليوم الحكومة اتفاق مع النقابات، كانت هناك زيادة صراحة اللي هي إيجابية، اللي صراحة ما عرفاش التاريخ، ولكن الحاجة الأهم هي أن القطاع ديال التوزيع ديال الماء والكهرباء عرف واحد التدهور كبير، لأن احنا كقطاع مع الإصلاح، ولكن ماشي مع تدهور الأوضاع وتفاقم الأوضاع كذلك، خاصة الأوضاع ديال التعاضدية وديال الأعمال الاجتماعية، لأن سيدنا الله يسرو كيبني الدولة الاجتماعية وكي مشروع ديال الدولة الاجتماعية كاين إصلاح ديال التقاعد، وميمكنش اليوم نجيو حنا القطاع اللي هو قطاع حيوي وقطاع هام وعنده امتيازات ومكتسبات على صعيد السنين ونجيو اليوم نضربوها. إذا كان الإصلاح فإحنا مع الإصلاح، ولكن المذكرة المشؤومة اللي خرجت مؤخرا فإحنا كنرفضوها رفضا باتا، واللي يمكن على إثرها أنه تخلف واحد المجموعة ديال ردود فعل من طرف الطبقة الشغيلة في القطاع، وكذلك حنا كنرفضوا كل التجاوزات وكنطلبوا بربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن ما يمكنش اليوم عاد تجيو تقولوا لنا كاين اختلالات لا في التعاضدية ولا في الأعمال الاجتماعية، ونضربوا المكتسبات ديال الناس عرض الحائط، كاين الناس اللي عندها أمراض مزمنة، كاين متقاعدين، كاين نشطاء اللي هما كل واحد اللي عنده ظروفه خاصة، فما يمكنش اليوم نجيو نضربوا لهم المصالح ديالو. السلام عليكم، حنا كسككيين من قطاع المكتب الوطني للسكك الحديدية، العمال تبارك الله سككيين بطنجة المتوسط، أغلبية هنا كيخدموا في قطار نقل السيارات رونو نيسان او بيجو سيتروين، كنطالبوا بالزياده مثل باقي القطاعات العموميه، وخرجنا كنحتجوا على قانون الاضراب وقانون التقاعد والتضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني، وحنا تحت راي الاتحاد المغربي للشغل خرجنا باش نبينوا اننا كجزء من الشغيله الوطنيه المغربيه. حنا كشغيله صحيه بجهه طنجه الحسيمه تطوان باش نحتجوا على الحكومه، اولا في الملف الفئوي ديالنا على تنصل الحكومه من الاتفاق اللي سنات مع الشغيله الصحيه على اساس انه يعني كان يعني اتفاق على اساس زياده في الاجور ديال موظفي وموظفات قطاع الصحه، وكذلك الحفاظ على كل مكتسبات الوظيفه العموميه اللي جات مع تغيير ديال المجموعات الترابيه الصحيه. وحنا كشغيله صحيه استغلينا هذا اليوم ديال فاتح ماي اللي هو صراحه يوم الاحتفال، لكن حنايا جينا باش اولا باش نحتجوا على المطالب ديال عامه المواطنين اللي هو الموظفين، اللي هي التقاعد، الحفاظ على مكتسبات التقاعد، وكذلك نحتجوا كمواطنين ماشي كشغيله على غلاء الاسعار وانخفاض، يعني كنلاحظوا بان الاجور ما متماشياش مع الارتفاع المهول اللي عرفته البلاد ديالنا في الاسعار، وكذلك باش نحتجوا على الملفات الفئوي ديالنا نحن كممرضين كاطباء كاداريين ديال قطاع الصحه. وشكرا.